ربما لم يكن يدري وفد نظام الأسد أن الأجواء في سويسرا مختلفة تماماً عن الأجواء في سوريا الأسد، وأن من ترعرع في الظلام بين أحضان الشبيحة وعشاق البستار العسكري ستكون فضيحته بجلاجل عندما يخرج إلى النور. وفد الأسد في جنيف عمل بأصله وارتكب كل الموبقات الدبلوماسية والسياسية تحت شعار إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليظهر الفرق واضحاً بين حضارة سوريا الثورة وتخلف كل ما يمت لحقبة الأسد بسلع. اليوم في هنا سوريا سنناقش كواليس المؤتمر التي لم يرها أحد وما كان يجري في الأروقة، مع تقرير خاص عن الشيطان في عباءة مطران بوفد الأسد هيلاريون كابوتشي. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا في حلقة اليوم من هنا سوريا. يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. حصلت وكالة الأناضول على 13 صورة جديدة مشابهة للصور التي نشرتها الاثنين الماضي حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتوثق الصور الجديدة جرائم حرب وأعمال تعذيب مارستها قوات الأسد بحق السوريين. وكانت وكالة الأناضول للأنباء نشرت الاثنين الماضي قسما من حوالي 55 ألف صورة تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب في مراكز الاعتقال وهم مكبلو الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمدة بواسطة أسلحة. واعتبرت الصور أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممنهج التي يقوم بها نظام بشار الأسد. أثار الهدف الذي سجله لاعب منتخب النظام مارديك مارديكيان على منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي في الدور ربع النهائي للنهائيات الآسيوية الجارية حاليا في سلطنة عمان أثار عاصفة من الانتقادات في الأوساط الرياضية، حيث خالف مارديكيان أبسط قواعد اللعب النزيه في كرة القدم حين اختطف كرة معادة من زملائه في الفريق إلى خصومهم كفعل أخلاقي معتاد في الملاعب الكروية، ليسجلها هدفا في المرمى الكوري وسط حالة ذهول واستهجان شديدين من الجميع. افتتح الدكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة برفقة وفد من تجمع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ملعبا لكرة قدم أثناء زيارتهم إلى مخيم نيزيب للاجئين السوريين في الأراضي التركية. وجهز الوفد الأوروبي ملعبا عشبيا لكرة القدم في المخيم بعمل تطوعي جماعي قام به أعضاء الوفد، وافتتح الملعب بمباراة جمعت فريقا من التجمع الأوروبي وفريقا من شباب المخيم من اللاجئين السوريين، انتهت بفوز الفريق السوري بخمسة أهداف مقابل إلى أربعة. افتتح الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من مشروع إغاثة اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق بتدشين 150 خيمة بمواصفات عالمية للاجئين في مخيم قطشبة التابع لمحافظة أربيل. وأشار محافظ أربيل أن عدد اللاجئين السوريين في الإقليم أصبح أكثر من 250 ألف لاجئ موزعين على محافظات الإقليم، مشددا على حاجة الإقليم للمساعدة الدولية في إغاثة اللاجئين. انطلقت من العاصمة السعودية الرياض قافلة إغاثية للاجئين السوريين في الأردن تحت عنوان الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، مكونة من 88 شاحنة محملة بالمواد الغذائية ومساعدات إنسانية. وتتضمن الحملة التي يشرف عليها وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز 21 شاحنة محملة ب 20 ألف بطانية وثماني شاحنات محملة ب 160 طن من التمور وست شاحنات محملة بملابس شتوية متنوعة و52 شاحنة محملة ب2500 خيمة معزولة ومضادة للحريق والمطر، بالإضافة إلى شاحنة محملة بالبسكويت مخصصة لأطفال اللاجئين السوريين. ويتوقع وصول الشاحنات صباح اليوم إلى الأردن. عقدت وزارة الخارجية المصرية اجتماعا هو الأول من نوعه مع تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر، حيث نوقشت في الاجتماع أوضاع المستثمرين السوريين الاقتصادية والمعيشية في مصر. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة ما طرأ على وضع المستثمرين السوريين، حيث اضطر عدد كبير منهم لمغادرة البلاد بسبب الإجراءات المتعلقة بشرط الموافقة الأمنية لدخول مصر للأفراد والشركات وواقع السوريين بشكل عام في مصر. إذن هرج ومرج، هكذا كان حضور وفد النظام في مونترون. نتابع التقرير ونعود للنقاش.
هكذا كان وفد النظام في اليوم الأول لمؤتمر جنيف 2 مستهترا متجاهلا ضاربا عرض الحائط ببروتوكولات المؤتمر، فلم يقتصر تمادي وزير خارجية النظام على تجاوز المدة المحددة لكلمته، بل راح يستفز رئيس الجلسة ويوجه كلامه مباشرة إلى وزير الخارجية الأمريكية بتحد كأنه يدعوه إلى قتال شوارع. وفد النظام بدا كالدجاجة المنتوفة التي تحاول ستر نفسها، تارة بإحداث بلبلة في القاعة وتارة بتوجيهات الزعبي للمعلم بأن يخلع سماعة الترجمة وهو يلقي كلمته، وهو ما أشار إليه حاضرون أنه أدى بالمعلم إلى حالة هستيرية من الصراخ بعد الجلسة على أعضاء وفده، موبخا إياهم على طريقة تعاملهم في الجلسة. لم يستطع بعدها أن يخرج للمؤتمر الصحفي فعقده بدلا عنه بشار الجعفري. مستشارة رئيس النظام الإعلامية لونا شبل كانت توزع ابتسامات ساخرة ومرة مستهزئة، ظنا منها أنها تخفي بذلك الركاكة وعدم الاتزان الذي بدا واضحا على دبلوماسي نظام الأسد. هذا المشهد السوريالي اكتمل بحضور المطران هيلاريون كابوتشي مع وفد النظام في محاولة لإظهار النظام بأنه راعي الشعب والأقليات على رأس الدبي. ولكنها ديكورات لم تزد الأمر على الوفد إلا تعقيدا، وهو ما ظهر جليا من ردود الفعل بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث اعتبر جون كيري أن ما جرى لا يتعدى كونه مهاترات. مصادر تحدثت عن خلافات وشجارات نشبت بين أعضاء وفد النظام، حيث شوهد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية يتناول طعامه بمفرده، فيما قال آخرون إن هناك توقعات بشقاقات من وفد النظام قد يعيقها التواجد الأمني المكثف الذي تم دسه حول أعضاء الوفد لمنعهم من أي تحركات خارج إطار جدول العمل المحدد. عمليات التشبيح وفقدان التوازن امتدت إلى مؤيدي النظام الذين قاموا بالتهجم على صحفيي المعارضة، وصلت حد الضرب والرمي بالحجارة. في مقابل ذلك كانت المعارضة في أحسن حالاتها على غير عاداتها، فمن التزام وفد الائتلاف ببروتوكولات العمل الدبلوماسي إلى من حضر لتأييده من السوريين الذين هتفوا لثورة سوريا برقيهم المعهود. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي خبيب عمار ناشط إعلامي من ريف دمشق عبر سكايب، وغسان إبراهيم مدير الشبكة العربية العالمية للدراسات من لندن عبر الهاتف، وأسامة إدوارد مدير الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان عبر سكايب من ستوكهولم، وأيضا بسام بيطار مؤسس منظمة سوريين مسيحيين من أجل الديمقراطية من واشنطن عبر سكايب، وأيضا معنا مفادتنا إلى جنيف هيفي بوزو عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أول شيء مساء الخير هيفي، يعني ما قصرتي فيه، بس احكي لنا شو صار بينك وبين الشبيح اللي كان موجود هناك. كنت عم بحكي مع زميل لي، اول شيء سلام عليكم يعني مساء الخير، كنت عم بحكي مع الزميل بجانبي يعني تعليقا على كلمه وليد المعلم التي لقى، يعني كان رد فعل الصحفيين عندما كانوا يشاهدونه يجادل بان كي مون وطريقه وحتى مضمون الخطاب الذي يتحدث عن المغول والتتار وان العالم هو الارهابي وان النظام هو البريء، يعني كان خطاب يعني مثير للاستغراب والدهشه وال اشمئزاز عند بعض الصحفيين الموجودين الذين يهزون رأسهم. لذا فقلت لزميل إلى جانبي، يعني كيف يقول عن أن العالم هو الإرهابي وهم الإرهابيون بصوت منخفض، ولكنه كان إلى جانبه يعني ولم ألحظ ذلك، فبدأ بالهجوم والصراخ علي وبدأ يقول بأنني أنا الإرهابية وبأنني راعية الإرهاب وبأنني المتآمرة وكل نفس الكلمات التي يقولها عادة مؤيدون النظام السوري. فدفعت عن نفسي يعني هذا ما حصل، عندما ذهبنا إلى المؤتمرات الصحفية كان هو يحاول التحدث إلى صحافة مؤيدة للنظام السوري وبدأ يقول بأن المعارضة مأجورة للخارج، فسألته عن النظام السوري يعني أيضا كصحفية يعني سؤال طبيعي، وما رأيك بأن النظام السوري يعني يأخذ الأسلحة والأموال والذخائر وحتى المقاتلين من إيران وحزب الله وروسيا، هل هذا يجعل النظام السوري مأجور للخارج أيضا؟ فما كان منه إلا بدأ بالصراخ مرة أخرى، وطبعا يعني باللغة الإنجليزية، ولذا يعني كانت فرصة بالنسبة
الخليلي أن تدافع عن الشعب السوري اليوم الذي يموت من الجوع والذي يعذب حتى الموت في المعتقلات السورية. فبدأت بالقول بأنهم هم الإرهابيون وهم داعموا القاعدة وهم داعموا حزب الله وهم الذين يعني يقتلون الشعب السوري اليوم ويعني يجوعونه إلى حد الموت. فبدأ الإعلام الدولي بالقدوم بعد أن استكمل هو كلامه، بدأوا بالمجيء إلي ويعني شرحت لهم ما حصل يعني. هذه هي القصة. هو بالحقيقة في وصلتنا أيضا صور من مونترو عن أيضا تعديات حصلت على فرق إعلامية معارضة كانت هناك أيضا، يعني لاحظنا بأنه في كان جو كامل من التشبيه سواء من كلمة المعلم والوفد اللي كان معه وأيضا من المرافقين والإعلاميين والصحفيين الأتباع النظام اللي كانوا موجودين هناك. احكي لنا كيف كان الجو، كيف كان يعني لهالدرجة مشحون فعلا كان الوضع؟ فعلا بالمظاهرات التي حصلت خارج المبنى في مونترو، مبنى الاجتماعات، كان هناك مظاهرة لمناصرة الثورة السورية وبدأوا الشبيحة فعلا. هذا يعني اسمهم حتى باللغة الإنجليزية الآن الصحفيين يعلمون ما معنى كلمة شبيحة، لأنهم بدأوا بضرب المتظاهرين بالعصي وهناك فيديوهات تثبت ذلك. ويعني كان هناك نوع حتى داخل المبنى عندما بعد هذه المجادلة التي حصلت بيني وبين هذا الشخص الموالي للنظام السوري، بدأ المرافقون من المخابرات بتصويرنا بالأجهزة الموبايل، يعني كأنهم يحاولون إخافتنا أو تهديد أهالينا في داخل سوريا. ويعني حتى داخل المؤتمر الصحفي لبشار الجعفري، دعيني أن أقول لك يعني الانطباع العام هنا في مونترو من الإعلام الدولي والوفود الدولية بأن هذا النظام يعني نظام شبه مجنون. الخطاب الذي يقوله، طريقة كلامه مع العالم يعني طريقة غير مقبولة، وكأنه يتحدث من كوكب آخر، من يعني بلغة لا يفهمها أحد. بشار الجعفري بدأ بالصراخ على أحد الصحفيات الأجنبيات عندما قالت له بشار الأسد، سألته عن بشار الأسد فقال لها من هو بشار الأسد بلهجة هجومية، فقالت له بشار الأسد ولم تفهم ما قصده، فقال الرئيس بشار الأسد، وبدأ يتحدث معها بطريقة وكأنه يعني يهاجمها وكأنها يعني شخص من سوريا يستطيع أن يتحدث معه بهذه الطريقة يعني. فكان الجو العام في المؤتمر الصحفي يعني مشحون جدا وكل العالم مستائين وكانوا ينتظرون دور الائتلاف. طيب رح أسألك أكثر هيفي عن ما بعد تسريبات ومعلومات يعني تم الحديث عنها اليوم، مخصصين نحن الحلقة تقريبا لنحكي عن الفضايح اللي عملها وفد النظام بمونترو، بس اسمحي لي أروح لخبيب عمار ناشط إعلامي من ريف دمشق عبر سكايب. أهلا وسهلا فيك خبيب. خبيب يعني شو رأيك باللي صار بمونترو، وفد النظام وتصرفاته وأيضا تصرفات أيضا وفد الائتلاف؟ طبعا رولا ثقافة التشبيه واحد على المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو على المستوى الأمني. ربما وليد المعلم ظن نفسه في مجلس الشعب وأنه سوف يستمر لأربعين دقيقة متواصلة ومن ثم الجمهور سوف يصفق له على هذا الخطاب الذي فعلا عانى من الركاكة والتشبيح والخلو من المضمون ومن الموضوع بشكل كامل. مثل ما قالت هيبي أن وليد المعلم كان يتكلم من كوكب آخر، من مناطق أخرى ليس من سوريا، قدم وخطابه مليء بأن سوريا تواجه الإرهاب وأن بشار الأسد وبشار وبشار، لم يتكلم كلمة واحدة هي بحق الشعب السوري أو أنه جاء إلى جنيف من أجل الدفاع عن الشعب السوري أو من أجل حل الأزمة مثل ما يقولون التي يعاني منها الشعب السوري، ليمتد التشبيح إلى لونا الشبل التي وزعت الابتسامات العريضة هنا وهناك، ولا كأن هنالك شعب سوري يموت على الأرض، ولا كأنها هي تناصر الشبيحة، وخرجت من يعني من الإعلام إلى ظلام التشبيه ومن ثم إلى عمران الزعبي الذي رفض الجواب على 14 سؤال متتالي أن الجيش الحر، أن النظام هو الذي يحارب داعش ولماذا لم تخطفوا مراكز داعش وأن البرامين المتفجرة، من الذي يلقي على حلب، تجاوز هذه الأسئلة لينتقل التشبيه. طيب هل كان إلى بشار الجعفري اللي صار بمونترو وسلوك النظام وسلوك الائتلاف وأيضا كلمة الجربة، يعني هل أعطت نوع من الأمل للثوار في الداخل السوري؟
رولا بغض النظر اذا كان هنالك خلافات ان يذهب الائتلاف الى جنيف او لم يذهب، ولكن عندما ذهب الائتلاف الشعب السوري التف حول الائتلاف الوطني من اجل مواجهه عنصر واحد الذي لا زلنا لثلاث سنوات متتاليه نواجهه، وهو النظام السوري التشبيه القاتل بكل ما تعني كلمه قاتل من معنى. لذلك كانت كلمه الجره بالفعل يعني موضوعيه، وهي تعتمد على الوثائق، وهو خصص الى درجه كبيره بمواضيع مثل غياث مطر الذي حضر روبرت فورد جنازته شخصيا مع السفير الفرنسي في سوريا انذاك، وايضا هاجر الخطيب. وبالنسبه للصور التي اجمع علماء الطب الشرعي على صحتها جاء بوقائع، وهذا ما ادى الى يعني تعاطف من الشعب السوري او نقول التفاف من جميع المعارضين ضد نظام الاسد مع الائتلاف ومع الدربه ومع جميع الوفود التي ذهبت. طيب اسمح لي هون انتقل لغسان ابراهيم مدير الشبكة العربية العالمية للدراسات من لندن عبر الهاتف. استاذ غسان، في عادة بروتوكولات معينة يتم اتباعها بأي نوع من انواع المؤتمرات، ووفد النظام اظهر بانه هو تجاوز جميع الخطوط الحمراء في التقيد بهذه البروتوكولات، وهو ما اظهره بمظهر سيء جدا في اليوم الاول من اليوم الافتتاحي للمؤتمر. برأيك هل هالامر ممكن ينعكس فعلا سياسيا على بأداء الائتلاف بشكل عام أيضا؟ طبعا هو بالتأكيد يعني الأداء السيء لوفد النظام عطى نقاط إيجابية لصالح المعارضة، فعدم التزام النظام بأخلاقيات الحديث، فمثلا المهاترات التي تمت بين المعلم والأمين العام للأمم المتحدة هي يعني لم تشهد لها مثيل منذ مئات السنين من الاجتماعات الدبلوماسية التي عادة يكون رئيس الجلسة هو ليس طرف، فبالتالي على الشخص المتحدث إلا أيام القذافي يمكن. عفوا، إلا أيام القذافي يعني ما كنا نشوف هيك شغلات. طبعا غير أيام القذافي لم يكن يوما دبلوماسيا، فبالتالي ليس معدودا من ضمن الحالات هذه. فبالتالي المعلم عندما وجه حديثه ومهاتراته أكدت للجميع أنه كان أول حالة خرق بهذه العادات والتقاليد، وأيضا حتى أن الأمين العام يعني أكد أن وفد النظام لم يكن بناء، لم يلتزم بالوقت، أكد أنه يعني حتى بعض الوفود التي كانت موجودة سواء من إعلاميين أو دبلوماسيين كانوا يتحدثون ويقولون إن لم يلتزم النظام بالوقت المحدد له كيف سوف يلتزم بتنفيذ أي شيء عملي يخرج عن هذا الاتفاق في المستقبل. أي أنه فعليا هذه المهاترات التي كان يقوم بها من أجل الدفاع عن سيده بشار الأسد، لأنهم عبيد يتصرفون كالعبيد يدافعون عنه، انقلبت. طيب هل تراها بأنه كانت هي مهاترات غير مقصودة، هي من طبيعتهم ما قدروا يخفوا طبيعتهم التشبيحية، ولا في لهم هدف معين من وراها؟ هو حقيقة من يعلم لماذا حدث ذلك، لماذا يعني السبب الرئيسي هو أنه أي مسؤول في النظام لا يتجرأ أن يخرج عن النص الذي يكتب له من أجهزة الأمن. الكتاب الخطاب الذي قرأه المعلم كتب من أجهزة أمنية وفرضت عليه، يعني حتى المعلم عندما سئل أنه يجب أن يختصر الكلام فقال له I must read it all، يعني أنا علي أن أقرأها بشكل كامل، يعني هو مجبر. طيب على طيب قبل وقت يعني ما بيكونوا مبلغينهم انه قديش وقت الكلمة طبعاً لكل شخص؟ طبعا دبلوماسيا يتم اخبار اي طرف سوف يتحدث انه لديه بين 7 دقائق ل10 دقائق او وقت محدد بغض النظر عن هذا المدة، ولكن كانت حوالي 10 دقائق، طلبت 10 دقائق وتحدث حوالي 34 دقيقة او 40 دقيقة، فبالتالي هو على اطلاع بذلك، ولكن النظام أراد أن يستخدم لغته الخشبية ويفرض دكتاتوريته أيضا على المجتمع الدولي فانقلبت عليه، يعني كل التمثيلية التي أعدها النظام انقلبت عليه. قضية أيضا إحضار خوري إلى الاجتماع ليكون ضمن الوفد انقلبت على النظام. كثير من الإعلاميين الذين تحدثت لهم قالوا أنها تمثيلية مفضوحة، لم يكترثوا لوجود أي شخصية، هم يعلمون تماما أن هذا النظام يتاجر بالأقليات وليس يدافع عن الأقليات، يحتمي بهم. يعني أيضا بعض التصرفات عندما تحدث كثيرا المعلم عن قضية الإرهاب
والإعلاميين كانوا مصدومين عندما شاهدوا شبيحة النظام في الخارج يرفعون أعلام منظمات صحيح. إرهابية صحيح. وهو يمكن بعض التصرفات أيضا التي صدرت من وفد النظام، سواء لما زعبي شال السماعات من المعلم، ولما لونا كانت وراء قاعدة عم تضحك. يعني هون بدي أسأل هيفي في تسريبات تحدثت عن أنه صار في صراخ هستيري من قبل المعلم بعد ما خلصت الجلسة، كان عم بيلوم لونا والزعبي على الأسلوب اللي تصرفوا فيه، وكان في حكي بأنه في انشقاق متوقع منهم بس ما عم يقدروا بسبب تكثيف العناصر الأمنية الموجودة حواليهم، ولا كله حكي هاد؟ فعلا هلا كان في يعني لاحظنا نوع من يعني الخوف والتلبك من قبل وفد النظام السوري في مونترو بشكل عام، يعني كانوا غير مرتاحين وكانوا يمشون لوحدهم، يعني يحاولون ان ياخذوا نوع من يعني كانت معنوياتهم منخفضة جدا جدا، يعني هذا كان شيء ملاحظ من قبل الجميع. حتى بما يخص الانشقاق في الحقيقة، عندما بعد الانتهاء خطاب المعلم وبدء المجيء شخصيات من الوفد السوري إلى منطقة الصحافة والإعلام، وحتى يعني وفد النظام السوري الإعلامي، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون التكلم معنا وملاطفتنا، ويعني أن نوع من التراجع. يعني حتى أنا أحد الأشخاص في وفدنا قال لي شخصية، لا أريد أن أذكر أسماء، يعني أنا حتى لا أؤذي الأشخاص، ولكن يعني قال أستطيع أن أقدم لكم لجوء هنا في سويسرا، فقالوا أخفض صوتك. يعني كان هناك نوع من أنهم يعني شعرنا بأنهم يريدون المهرب أو الخروج. حتى أن هذا الكلام عم تحكيه عن المرافقين مع الوفد ولا مع حدا من الوفد؟ مرافقين من الوفد، مرافقين إعلاميين وشخصيات من الوفد السوري، لكنها ليست الشخصيات السياسية العليا طبعا. أنا لا أتكلم عن الشخصيات الأولى، يعني الصف الأول، ولكن يعني حتى أن هناك شخص آخر وهو من منطقة عائلة الأسد يعني في سوريا، وهو يعني والده مسؤول في النظام السوري، قال لي نحن نريد يعني مفاوضات ونريد حل. وقلت له يعني يجب أن يكون في هناك محاسبة لعائلة الأسد، فقال لي نعم، يعني أي شخص قام بجرائم في سوريا يجب أن يحاسب، ويعني نحن لسنا متمسكين بالأسد، ويعني قال لي بأننا نريد الديمقراطية، ولذا نحن هنا من أجل المفاوضات، ولكنه كان يخفض صوته ويقول ذلك. فيعني كان يقول هذا الكلام لي، ويعني مع الوفد من قناة الأورينت، يعني لست الوحيدة التي استمعت له يقول هذا الكلام. كنت هديها أسوارة الثورة على يعني الثورة، خلي يلبسها. نعم عفوا، عم بقول لك انت هدي اسوارة الثورة بما انه هيك موقفه، يعني يعني يخفضون صوتهم، هم طبعا خائفون، ولكن شعرنا ان يعني وفد النظام السوري فعلا يعني هو يعلم ان النظام السوري في مأزق حقيقي، وان الطريق معتم والطريق مغلق امام هذا النظام، ويريدون طيب. مخرج في الحقيقه، هم يريدون ان يكون هناك يعني مخرج من هذه طيب العائله، ولكن طبعا تعلمون اللي كانت موجوده هذه موقف الوفود اللي كانت موجودة من كل المهاترات التي قام بها وفد النظام، كيف انعكس هذا، وإذا كان في أبرز التعليقات التي صدرت منهم؟ تعليقات الوفود الأخرى؟ نعم، يعني كان هناك تعليقات جانبية من صحفيين أجانب لي، يعني كصحفية عندما كنت أجلس إلى جانبهم، استهجان، كان هناك استهجان واضح من الصحافة الغربية والأجنبية بشكل عام، حتى الصحافة الصينية والصحافة البرازيلية، من طريقة تصرف الوفد السوري. يعني هناك استهجان هناك، وخصوصا عندما تعرفين أن يعني الجرائم التي يقوم بها النظام وطريقة تعامله الوقح مع المجتمع الدولي وقلة الاحترام، يعني تعرفين أن هناك درجة من يعني الكره لهذا الوفد وما يمثله يعني في سوريا. كان هناك تعليقات جانبية أنه يجب أن يذهب على الجعفري أن يذهب، وأننا يجب أن نشتكي عليهم إلى الشرطة في المكان وجود، يعني حتى أنهم طالبوني بأن أشتكي على الشخص الذي كان يهاجمني، وطالبوا أن وأخبرنا الشرطة فعلا عن رفع علم حزب الله بالمظاهرة المؤيدة للنظام السوري، لأنه يعتبر حزب
حزب إرهابي في القانون هنا في سويسرا، وقامت الشرطة فعلا بملاحقة هؤلاء الأشخاص. يعني كان هناك جو العام مضاد للنظام السوري، ولم يكن يتحدث معهم الكثير من الناس. يعني كان هناك الصحافة التي تسأل الأسئلة وتذهب، ولكن لم يكن هناك يعني نوع من الودية التي شاهدناها نحن يعني كوفد مع المعارضة السورية. هناك شيء آخر أريد أن أضيفه، أن رأيت مبعوث برازيلي، والوليد المعلم خلال خطابه شكر البرازيل وأفريقيا الجنوبية والهند على موقفهم المساعد أو الداعم بشكل ما للنظام السوري، وقال نحن في البرازيل نخجل من حكومتنا وما يقومون به. وكان يريد أن يتحدث معنا على الهواء مباشرة عبر الأورينت لأنه من أصل سوري، وقال أن هناك يعني 8 ملايين سوري في البرازيل وأنهم مضادين للأسد، ولكن الإعلام في البرازيل يحاول أن يجمل صورته، ولكنهم في يعني تلفزيون مستقل ويريد أن يوصل هذه الرسالة إلى الشعب السوري، ولكنه يتكلم الإنجليزية فقط لا يتكلم العربية. إذن يعني بشكل عام الأجواء كلها غير يعني مريحة كانت لوفد النظام تماماً. بشكل عام هيفي بوزو موفدة أورينت نيوز من جنيف، شكرا لك، وأكيد بكرة خلال النهار رح نكون معك بلقاءات متواصلة. بروح لخبيب عمار. خبيب، يعني سمعت كلام مفادتنا هيفي عن الجو المشحون يلي عايشه وفد النظام، برأيك هل ممكن هالشي ينعكس إيجابيا على المفاوضات السياسية نفسها، ولا كل شيء لحال؟ رولا، بالطبع يعني من يفاوض في جنيف ليست هيئة سياسية، وإنما هي ضباط أمن بامتياز، إذا ما استثنينا بعض الناس الذين تكلمت عنهم هيفي والذين يعني يخافون إعلان انشقاقهم بسبب وجود أهاليهم في الداخل السوري، وهذا ما يستدعي رد فعل من قبل النظام باتجاههم. طبعا النظام ذهب إلى جنيف 2 وهو يعلم أن العالم تعلم أنه نظام فاقد الشرعية، ومن حديث المعلم بداية علمت الناس عندما كذب المعلم، عندما قال بان كي مون له أنت تكلمت 20 دقيقة، وقال أنا تكلمت لمدة 10 دقائق، يعني في 10 دقائق كذب كذبة واحدة أمام العالم، والعالم شهد أنه كذب. يعني هو على الرغم من أنه لسه اليوم الأول فقط، وجلسة هي فقط افتتاحية، والموضوع اقتصر فقط على السلوك الدبلوماسي بالنسبة للائتلاف اللي كان سلوكه يعني راقي ومقبول ولاقى استحسان من قبل السوريين على عكس سلوك وفد النظام. لاحظنا بأنه الأمل بدأ يظهر على وجوه السوريين بعد هذه الجلسة، وبدأت أيضا تظهر ثقتهم لأول مرة بوفد المعارضة الذي يمثلهم في هذا المؤتمر. مراسلنا محمد الفيصل أعد تقرير عن رأي الناس بالجلسة الافتتاحية من مؤتمر جنيف 2 من ريف إدلب، نتابع. يبدو أنه هذا التقرير، برغم الإحباط واليأس الذي كان يطغى على آراء السوريين ونظرتهم إلى مؤتمر جنيف 2، إلا أن ذلك تغير بعد الجلسة الأولى للمؤتمر، والكلمات التي ألقيت من أغلب الأطراف المشاركة والتي تدعم تطلعات الشعب السوري في انتقال كامل للسلطة. وأصبحت أغلب آراء الشارع السوري تنحو نحو التفاؤل بأن هذا المؤتمر قد ينتج عنه حل لإيقاف حمام الدم. نحن بنين على مؤتمر جنيف 2 آمال كبيرة الشعب السوري. طبعا هاي المعارضة اللي برا بتمثلنا، حتى لو صار شوية خلافات، انه هاي الخلافات بتصير في الأسرة الواحدة تقريبا. نحن مع القرارات اللي بها تطلع، ونحن مع جنيف 2. والله حتى ما يكون المعارضة تخرج خارج سرب المجتمع الدولي، كان حضور المؤتمر جيد، والحقيقة كان كلمة رئيس الائتلاف كمان أنا بتصور أنه جيدة، لأنه هي انعكاس لواقع الناس. كما دعت بعض الآراء المعارضة إلى أن تتحمل مسؤولياتها كونها تمثل كل آلام وآمال السوريين، وأن لا تتنازل عن حقوق المتضررين والمطالبة بملاحقة المجرمين. نحن إذا المعارضة بتنظر إلى تطلعات الشعب، وإذا يعني بيشلونا بشار وبيحاسبوا كل شيء قتل وكل شيء ضرب وهدنا بيوتنا وهجر العالم من المعرة،
نحن معهم. المعارضة البرا هي نحن بشكل أو بآخر عم يعني ندعمها أو منوافق الرأي أو منخالف الرأي، هلأ هي عم تحكي باسم الشعب السوري وقدام مجتمعات كافة. نحن منتمنى منهم أنهم يتموا واقفين عند مبادئ ثابتة، ما يتنازلوا عن أي مطلب من مطالب الثورة السورية، بنفس الوقت يأكدوا لا ينكروا الهوية الإسلامية للثورة السورية. ونحن ما لنا ضد لا أقليات، ولا حدا يزاود علينا أنه نحن ضد الأقليات، الأقليات موجودة ومحفوظة حقوقها من عزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشعب السوري يترقب بحذر شديد نتائج هذا المؤتمر الذي يعتبر مفصليا في مسار الثورة السورية، وخاصة تخوفهم من عدم التزام نظام الأسد بنتائج جنيف 2. آمال عديدة بدأ يعلقها الشعب السوري على مؤتمر جنيف 2 بعد الجلسة الافتتاحية، وبدأ أيضا يظهر واضحا دعمه لوفد المعارضة الذي يمثله في هذا المؤتمر. للأورينت نيوز، محمد الفيصل، ريفو إدلب. أعود لضيوفي وأبدأ مع خبيب عمار. خبيب، يعني لاحظنا بالتقرير بأنه السوريين كلياتهم مجتمعين هلأ وملتفين حول الائتلاف، وكأنه تركوا كل الخلافات وكل الانتقادات اللي كانت سابقا عم تتوجه للائتلاف وأعضائه، تركوها جانبا ووقفوا معه هلأ بمواجهة النظام. شو رأيك بهذا الشيء؟ من الروتيني، يعني عندما انا من اكثر المنتقدين كنت بالنسبه للائتلاف الوطني السوري الى الجانب الاخر، وهو الجانب التشبيحي الواضح للعلم من جانب الوفد الممثل للنظام او الممثل للاسد لنقول ان صح التعبير، فعلا سالتفوا الى جانب الائتلاف الوطني، وسوف يعني اقول ان الائتلاف الوطني هو الذي يمثلني، وخاصه بعد كلمه الجربه التي انا برايي شخصيا انها قطعت شوطا كبيرا او شوطا سياسيا كبيرا نحو ان يقنع العالم ان الثوره السوريه هي ثوره حريه بامتياز وثورة شعب سلمي، ليس ضد الأقليات وإنما هي مع الأقليات، وأن يعني بات من الواضح وبات من الجلي أن الثورة السورية هي ثورة راقية والتي جسدها هذا الوفد الممثل للشعب السوري حقيقة. وعندما أنا شخصيا اطلعت إلى آراء الناس هنا في الشارع والتي كانت بالفعل سعيدة، يعني حتى لو أن جنيف 2 لم يحقق شيء إلى الشعب السوري، هذا ليس جديد بالنسبة لهذا الشعب الذي عانى عمر ثلاث سنوات تقريبا، ولكن كلمة الائتلاف كانت مقنعة بالنسبة للشعب السوري ومثلت العديد من الشرائح للشعب السوري، بغض النظر إذ كان النظام حاول أن يجسد أنه حامل أقليات بأنه يجلب أحدا من الطائفة المسيحية على سبيل الأب الذي كان مع والد المعلم، ولكن التشبيح رولا كان على العلن والتشبيح من ضباط الأمن بداية يبدو أنه كمان هاي المحاولة نعم يبدو أنه محاولة النظام باستخدام ورقة الأقليات بإحضاره لمطران إلى الوفد زادت الطين بلة عليها. خبيب عمار، ناشط إعلامي مريف دمشق عبر سكايب، بتشكر مشاركتك معنا. طبعا في زاوية خلفية من وفد النظام إلى جنيف 2 ظهر المطران كابوتشي ليستخدم مرة أخرى في سردية النظام حول حمايته للطوائف وقصص الراهبات ومعلولة والقاعدة وبقية القصة المعروفة. قبل ذلك كان كابوتشي قد اعتاد زيارة دمشق واللقاء مع مسؤولين النظام، وأسهب في الحديث عن المؤامرة الكونية ضد النظام الممانع، وقاد بنفسه تظاهرة لعدة أشخاص استأجرتهم سفارة النظام في روما. لكن من هو حقيقة المطران كابوتشي؟ نتابع هذا التقرير. بدأت قصته أوائل السبعينيات عندما كانت حركة فتح تبحث عن شخص لا يثير الشبهة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، ووجدت ضالتها في شخصية هيلاريون كابوتشي، فلن يشك أحد أبدا في رجل دين بالتورط في قضايا مثل المتفجرات والأسلحة. ولكن هذا المطران الذي ولد في حلب لم يكن كغيره، فمنذ أن ترأس الكنيسة الكاثوليكية في القدس عام 1965 كان غريب الأطوار ويتباهى بلبس عباءة القساوسة من أغلى الأصناف، وتعود المقربون منه أن يطلقوا عليه لقب الشيطان في عباءة بسبب عدم انقطاعه عن ملذات الحياة. وفي أحد الأيام تقدم بشكوى إلى الشرطة على إثر سرقة وقعت في بيته، وأبلغ عن سرقة $50,000. وعندما حضر محققو الشرطة إلى منزله فجأة قرر سحب الشكوى، وقد أثار هذا التراجع المفاجئ شكوك المحققين. وعند التحقيق اتضح أنه قبل وقت قصير
خسر مبلغا مماثلا في لعب القمار، وعلى ما يبدو قام بتسديد الخسارة من أموال رابطة مساعدة النصارى في بيت لحم التي كان يترأسها. على رأس الدبكة كلها تدبي. وعرف أيضا عن المطران أنه يحب المغازلة، وكانت له علاقات غير لائقة مع عدد من النساء. بعدها أكثر كابوتشي من الانشغال بتهريب الذهب والخمور والسجائر وغيرها من البضائع التي عادت عليه بربح وفير. وبناء على طلب الفاتيكان كان يسمح لكبار المطارنة بالدخول من الدول العربية إلى الأراضي المحتلة دون أن تخضع سياراتهم أو أمتعتهم للتفتيش. كان كابوتشي يقيم في فيلا مرفهة في بلدة بيت حنينة قرب القدس، وتعود أن يقيم في منزله حفلات صاخبة يتم خلالها شرب الخمور، ويستضيف شخصيات بارزة من الطائفة المسيحية ومن رجال الحكم العسكري الإسرائيلي. وأخيرا طلبت منه حركة فتح نقل عدة طرود تحتوي على متفجرات بلاستيكية وصواعق كهربائية وقنابل يدوية. وقد استغرب حتى رجال فتح أن يوافق رجل دين ينشر السلام والمحبة على نقل متفجرات ستستخدم لاحقا ضد المدنيين، ولكن الأمن الإسرائيلي أوقفه. وعند التحقيق معه أنكر كابوتشي ضلوعه في عملية التهريب مدعيا بأنه لم يكن يعلم، غير أن مغلفا عثر عليه لدى تفتيش أمتعته كتب عليه بخطه رقم المسؤول الفتحوي أبو فراس في لبنان أثبت ضلوعه في هذا المخطط. وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 12 عاما، أفرج عنه بعد أربعة منها بواسطة من الفاتيكان، وطرد في تشرين الثاني عام 1978، واحتفل به المهووسون في العالم العربي، ويعيش حتى اليوم في روما. اختفى بعدها عن الأنظار حتى ظهر مجددا في شباط 2009 على متن ما عرف بأسطول الحرية الذي وصف بأنه سيكسر الحصار عن غزة، ونظمه هيثم مناع مع دعم إعلامي من إيران وغسان بن جدو، وانتهت القصة وقتها بإلقاء القبض عليهم وطردهم، وحصار غزة ما زال مستمرا. أناقش هذا الموضوع مع أسامة إدوارد مدير الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان عبر سكايب من ستوكهولم، وبسام بيطار مؤسس منظمة سوريين مسيحيين من أجل الديمقراطية من واشنطن عبر سكايب. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك بداية أسامة، يعني كابتشينو ولا كابوتشي شغل قمار وخمور وسلاح وإلى آخره، والنظام أخذه فرحان فيه ورايح بالوفد، شو رأيك؟ بسام ولا ضيوف اللي كانوا سابقين بالقسم الأول، حتى نربط الجزئين مع بعض، ما تحقق في جنيف كان انتصارا كبيرا للمعارضة وكان فشلا ذريعا للنظام. وحتى استخدام هذا الرجل الدين، هذا الأسقف، هو يعني هو يندرج في هذا السياق. ما تستغربي رولا، طبعا حيكون مع وفد النظام، لأنه إن الطيور على أشكالها تقع، هذا هكذا وفد بده هيك مطران، وهيك مطران بده هيك نظام، وهيك نظام بيستعمل هيك أدوات لحتى يحافظ على نفسه، لحتى يحافظ على حاله، لحتى يحافظ على الكرسي. طيب الاختيار يعني في مطارنة مع النظام بس ما عندهم هذا التاريخ الأسود بهذا الشكل، يعني ليش تحديدا اختاروا هذا الشخص؟ بالضبط، وهو أفضل شخص ممكن أن يعني أفضل شخص ممكن أن يملأ هذا الشاغر. يعني شو بدك أحسن من هيك؟ لعيب أماره ومخدرات وحشيش ومشروبات وخمور، يعني شو في أحسن من هيك لحتى يمثل النظام؟ أليس أعضاء النظام على هذه الشاكلة؟ أليس شبيحة النظام على هذه الشاكلة؟ إنهم على أشكالهم يقعون. بالعكس، أنا أعتقد أنه حسن الاختيار لهذا الشخص كان في مكانه، ربما الشيء الوحيد الذي أنجز فيه وفد النظام في جنيف كان اختيار هذا الشخص أنه يلائمهم. ولكن بالحقيقة رولا، يعني لأنكم منصفين، ما تحقق في جنيف وعبر هذه الشخصية كانت يعني أظهرت أولا يعني على المستوى الشخصي كيف قبل هذا المطران رجل دين بهذا الحجم أن يكون أداة من أدوات النظام السوري يستخدم يعني استخدام، يعني استعملوه، he is used يعني في هذا في هذا المحل. يعني يمكن حتى نظرة الوفود اللي كانت موجودة هنيك ما كانت بالشكل اللي كان بده إياه الوفد، يعني مثل كأنه المطران اللي موجود هو شخص من القاعدة أو إرهابي، ما عطى الجو اللي كان متأمل فيه النظام. لو لاحظتي رولا كيف كان النظام، كيف كان خطبة وليد المعلم أو المعلقة الزعبرة السياسية اللي عملها باسم خطاب، كان فيها تقريبا حوالي 30 مرة كلمة إرهابي و20 مرة كلمة مسيحي و20 مرة كلمة أقليات. حاول منذ البداية أن يطلق قنابل دخانية حتى يعمي الأبصار عن الهدف الحقيقي للاجتماع وعن السبب الحقيقي لأنه هاي العالم كله وهالدول كلها نوجدت بجنيفا. طيب يعني هي النقطة،
هاي النقطة اسمح لي انتقل فيها للأستاذ بسام بيطار. أستاذ بيطار، برأيك لعبة الورقة الأقليات اللي دايما بيلعب عليها النظام، ولقينا انه في ردود فعل كانت سلبية جدا من جميع الوفود والدول اللي كانت موجودة هونيك تجاه وفد النظام، هل فينا نقول بانه هالورقة سقطت ولا هي فقط مجرد ردود فعل وقتية لحظية بسبب سوء سلوك وفد النظام في مونترو؟ صراحة هي الورقة ساقطة من زمان، يعني أنا بتشكر الأخ أسامة شرح بما فيه الكفاية، لكن بحب ضيف على هالشيء هذا أن النظام يستخدم الورقة المسيحية متى يشاء، لأنه لو كان النظام فعلا نظام علماني وبيهمه وضع المواطنين السوريين، لأني لا أعتبر نفسي من الأقلية، أعتبر نفسي مواطن سوري مسيحي، لكن وأتعدل الدستور من سنتين أو ثلاثة كان سواني ببقية المواطنين السوريين، لكن النظام واضح بيلعب بالأوراق متى يشاء ويشتري الزمام والأشخاص متى يشاء. بالمناسبة المطران كبوشي هو خلينا نقول مطران منتهي الصلاحية، وخلينا نقول مطران بدون رعية، وهو مطران حسب ما بنستعمله بالمصطلحات التجارية خالص مفعوله أو خالص تاريخه. فللأسف مثل ما تفضل الأستاذ أسامة، النظام بيدور على شاكلته تماما من اللصوص وما شابه ذلك، لأنه يطابق لمواصفات النظام بشكل مطابق بالمية مية. نعم. طيب أستاذ أسامة، يعني برأيك أداء الائتلاف باليوم الأول للمؤتمر، هل هو كان فعلا جيد بالشكل اللي شافوه السوريين، ولا سوء أداء وفد النظام خلانا نشوف أنه الائتلاف كتير أداؤه حلو؟ لا بالحقيقة خلينا نكون منصفين، نعم كان وفد الائتلاف أداؤه جيد جدا، سواء بالكلمة التي كتبت كان مضمونها جيد جدا، طريقة كان جيدة جدا، ما كان في اللعب على المشاعر، كان في خطاب واضح، كان في محتويات الخطاب كانت واضحة جدا، رسائل بكل الاتجاهات، رسائل بكافة يعني تطمين لكافة الاتجاهات. خليني أشير لشغلة بسرعة رولا في عجالة، الوفد المعارض، الوفد اللي كان يمثل المعارضة كان فيه شخصيات مسيحية أشورية كردية علوية درزية، بالحقيقة جسد هذا الاختلاف وهذا التنوع في المجتمع السوري، عكس وفد النظام الذي كان يدعي حماية الأقليات، رغم أن خطاب السيد جربة لم يأتي على ذكر المسيحيين وعلى ذكر الأقليات، إلا أن عبد الأحد صيفه كان في الوفد، ريما فليحان، علويون، سنة دروز، حميد درويش، كلهم كانوا موجودين في الوفد، وبالتالي جسدوا حقيقة أن الثورة تحمي الأقليات، الثورة تحمي المسيحيين وليس غيرها. هناك انتصارات سياسية أيضا، إذا سمح لي الوقت رولا في عجالة رح أعددها بسرعة، كان في انتصارات سياسية للمعارضة أيضا، مش بالشكل ولكن في المضمون أيضا، استبعاد ما سمي بالمعارضة الداخلية التي حاول النظام وروسيا إيصالها إلى المؤتمر باءت بالفشل، استبعاد إيران كان نجاح منقطع النظير ونصر كبير للمعارضة السورية ولمحور والمعسكر الذي يدعم المعارضة السورية. كان في انتصارات على الصعيد الإعلامي على الصعيد السياسي، حقيقة أداء وفد المعارضة كان ملفت للنظر، جدير بالاحترام، وحتى يمكن هذا الأداء العام في الأيام القادمة وصعب جدا، يجب على المعارضة أن ضاعف من جهودها لترتقي إلى يعني متطلبات المرحلة القادمة، لأنها صعبة جدا، يعني حتى يمكن بمونترو هذا الشيء انعكس كمان على الناس اللي إجت، سواء اللي كانت مع اللي جاي تأيد النظام أو حتى اللي جايين يأيدوا الائتلاف من المعارضة والثوار المؤيدين للنظام، كان في سلوك همجي، كان في سلوك تشبيحي، رمي بالحجارة وأمور عديدة ذكرتها مفدتنا هيفي، ولكن المعارضة كان عندهم سلوك بيعبر عن رقي الثورة. هون اسمح لي، هذا يفسر رولا، يعني هذا يفسر حالة الهستيريا التي أصابت النظام وشبيحته وزبائن النظام، هذه الهستيريا اللي صابتهم دليل وإثبات وبرهان كبير على فشل ذريع أصاب ولحق بوفد النظام. الحقيقة جنيف، ما بعد جنيف لن يكون ما قبل جنيف، هذه حقيقة مطلقة. اسمح لي هون استقبل ربيع الشعار، وهو صحفي ومعارض ايضا من بلجيكا. اهلا وسهلا فيك بربيع، عم تحضروا لباص رح ياخذ مجموعه من السوريين مع الثوره ليروحوا على جنيف، احكي لنا عن هالموضوع، واحكي لنا اذا ايمت رح تروحوا والعدد قديش وكل هالتفاصيل. نعم، حياك الله استاذه رولا، وتحيه الى ضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام وابناء الثوره في كل انحاء العالم. نحن اليوم بعد ساعتين إن شاء الله ستكون الانطلاقة
نحو جنيف عبر باصين، ليس باصا واحدا، عبر باصين ممتلئين بالرجال الأبضايات الذين كسروا رؤوس الشبيحة هنا في بلجيكا وخربوا مظاهراتهم وخربوا اجتماعاتهم ومؤتمراتهم على مدى 3 سنوات. هؤلاء الشبيحة الأنزال الذين دفعت لهم سفارة أو وكالة التجسس الأسدي في بروكسل المال ليذهبوا إلى جنيف ليشبحوا على أحرار سوريا هناك، سنستأصل شأفتهم غدا إن شاء الله. تابعونا وانتظروا أخبارنا، سنطهر جنيف برجهم. نحن أكثر من 100 رجل عدا عن السيارات الصغيرة التي يذهب أصحابها بها مع بعض الأخوة والرفاق إلى جنيف. تابعونا غدا، سنكون أمام مقر الأمم المتحدة إن شاء الله، وسترون العجب من أبناء سوريا. شو أخذي معكم الصور اللي تسربت عن 11,000 معتقل؟ نعم، طبعنا أكثر من 30 ملصق كبير اليوم، وهناك لافتات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهناك اللافتات التي استعملناها هنا في مظاهراتنا في بروكسل أمام ممثلين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل مكان تظاهرنا فيه، وهناك أعلام الثورة فقط لا غير. وفد الائتلاف اليوم في جنيف يمثل الثورة السورية. كنت أنا ضد مؤتمر جنيف وضد انعقاده وراهنت على عدم انعقاده عبر أكثر من مداخلة فضائية تلفزيونية وعبر أكثر من مقالة، ولكنني اليوم مع هذا الوفد، وهو وفد الثورة، وهو يمثل أبناء الشعب السوري الأحرار، ومن سيقترب منه بأي أذى سنقطع له يده إن شاء الله. تابعونا غدا في جنيف. والله بهالروح، إذا حتروحوا بهالروح شبيحة حياكلوا قتلة كلياتهم هنيك. اختيروا لها، هم يعرفوننا، هم جربونا، نحن رأيناهم أمس على عبر فيديوهات مسربة من جنيف كيف يعتدون على الصحفيين، هم يهربون منا هنا، خربنا كل اجتماعاتهم والأورين تشهد لنا بذلك. نحن بس هو أهم شيء يعني كمان دي. مهم ضبط النفس وإظهار الرقي بالتعامل، لأنه مثل ما شفت طبعاً. الشبيحة ظهروا هن بمظهر كتير عدائي، وظهروا بمظهر مثل أولاد الشوارع، وكانوا السوريين الحقيقيين هن أصحاب الرقي وأصحاب السلوك الراقي. نعم أستاذ لولا، نحن سنعبر عن روح الإنسان السوري الراقية العظيمة، ولكن ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهم قد جربوا جهلنا هنا في بلجيكا. نحن اقتحمنا سفارة الأسد 18 مرة، اقتحمنا السفارة الروسية والصينية والهندية والكوبية والإيرانية، ودعسنا على صورة الخامنئي أمام السفارة الإيرانية، وهناك أكثر من دعوة ضدنا هنا في بلجيكا عند الشرطة وعند القضاء، حتى لحقونا عبر الفيسبوك. جربونا ونشرنا أعراضهم وفضحناهم وخربنا عليهم مؤتمراتهم وظاهراتهم. بالتوفيق ربيع، ونتمنى انه يكون حضور قوي فعلا بجنيف. ربيع الشعار معارض وصحفي سوري من بروكسل، شكرا لك. وايضا بتشكر اسامه ادوارد مدير الشبكه الاشوريه لحقوق الانسان كما عبر سكايب من ستوكهولم، وبسام بيطار مؤسس منظمه سوريين مسيحيين من اجل الديمقراطيه كان معي عبر سكايب من واشنطن. مشاهدينا وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من هنا سوريا، يمكنكم دائما التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج هنا سوريا. نختم حلقه اليوم بلقطه هي ماخوذه من فكره الجرس يلي رن شي 20,000 مرة ببدايه المؤتمر، والمعلم ما كان يسكت. الى اللقاء.